السلام عليكم ورحمة الله. أعزائي طلاب الصف الرابع، درسنا لهذا اليوم من هدي القرآن الكريم صفحة 5. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيراً.